في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022، وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي للمحور المالي والاقتصادي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين. الاستدامة تتطلب إن الحاجة الملحة في تنمية المشاريع التي تخدم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لابد وأن تدعم بجملة من السياسات المالية الجديرة بتحمل التكاليف الكافية لإتمامها، وإن الاستدامة التي يمكن زرعها في روح تلك المشاريع تقتضي التبصر كثيرا حول كيفية الإبقاء على تلك الأدوات والآليات المتطورة التي تسهم في تمويل الخدمات الحكومية بثقة بالغة من جهة، وتعزيز مفاهيم الاستخدام الأمثل للموارد بصورة مطلقة من جهة أخرى. المحور الاقتصادي والمالي واللي هو يشكل أحد الركائز الأساسية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. طبعا تشكل هذه الورش هي تأتي ضمن برنامج تحضير للورشة الرئيسية اللي راح يتم عقدها بإذن الله في الأسبوع القادم. الهدف من اجتماعات اليوم أن يتم تبادل الآراء من أصحاب من ذوي الاختصاص في الـ في الـ في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لما يرونه أو يتطلعون له أنه هو طبعا يكون تضمينه من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة. هذه فرصة لنا احنا جميعا ان نشارك الحكومة في وضع البرنامج والتطلعات المستقبلية. لا شك ان احنا نطلع اليوم مثل ما كان امس الورشة ناجحة جدا في وضع الامور والاولويات المهمة اللي احنا نتطلع لها واللي هي راح تدعم الاقتصاد، ولا شك ان شاء الله اليوم احنا نكمل على الموضوع من ناحية الالتزامات المالية وتوفر الميزانية المطلوبة. لا يمكن إخفاء أو الإغفال عن لغة الإعلام وماهية الدور الفعال الذي قد تلعبه في الترويج أو التعريف بجوانب أي معادلة تنموية ذات جدوى اقتصادية يترافق معها عوائد إيجابية لا حصر لها. قطاع هام في دعم كافة مشاريع التنمية المستدامة اللي تطمح لها حكومتنا، وطبعا وزارة الإعلام عندها العديد من المبادرات والمشاريع اللي بتشارك فيها بإذن الله تعالى في إثراء هذه الورش، وكذلك بتستفيد من خلال المناقشات اللي بتنطرح بإذن الله من آراء زملاء الآخرين في باقي قطاعات الحكومة. جهات حكومية سارعت إلى أن تكون جزءاً هاماً في طرح العديد من المرئيات الصائبة التي تخدم جوانب السياسة المعنية كافة التي تؤطر عمل البرنامج الحكومي بشكل يخاطب عناصر النجاح ويتغلب في الوقت عينه على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مجمل المبادرات المطروحة. كما تعلمون أن المصروفات المالية وتنسيقها مع الوزارات الأخرى ذات أهمية كبيرة، احنا اليوم متواجدين على أساس أن عملنا يكون مشترك مع بقية الوزارات لزيارة المدخول وخفض الإنفاق والمزيد من ترشيد عمل الوزارة والمزيد من التركيز على العمل المشترك مع الوزارات الأخرى من أجل إنجاح خطط عمل الحكومة. طبعاً أنت علشان تنظر إلى أن كيف تتغلب على العائق المادي في تقديم الخدمة لابد أن تعيد هندسة الإجراءات لديك. في كثير من الإجراءات بدل ما أنت تتطلب أن يكون عندك موظفين زيادة ممكن تتطلب مثلاً تطبيق نظام إلكتروني، ممكن عن طريقة تقليل الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، الربط الإلكتروني بين الوزارات. تناولنا اليوم عدة برامج وتناولنا عدة سياسات، طبعا أول تقريبا هو أربع سياسات هو اللي هو كيفية نحقق اقتصاد مستدام وتنمية في هذا الاقتصاد وتنويع وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات. من على خط الاحتواء الذي يلازم خارطة الطريق لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة تستوي السياسات والمبادرات التي تنادي بخفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات فيها
إلى جانب التنويع في مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية ليكون حقا على المنطق الاقتصادي تحقيق نمو تجاري مستدام. لا يجاز أي عمل مهما كان نوعه، ولا يمكن أن تتيقن بقرب البدء في إنفاذه إلا إذا وفرت له التغذية المالية المناسبة لحجمه. وبرنامج عمل الحكومة وما تندرج تحته من مشاريع تنموية وضعت لتكون يوماً يتطلب دعماً وميزانية مبرمجة تضمحل معها كل العوائق. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.